اجرب المواتير بتاعتي، الموتور بتاعي، واجرب الترومبه واجرب كل حاجه والغسيل وكله من بره خارجي، ولا هفك سلك ولا هفك ولا هفك موتور ولا هفك حاجه. السلام عليكم. احنا النهارده عندنا عطل في الغساله، ماشي؟ فاحنا النهارده عايزين نعرف العطل فين بالظبط، يعني احنا دلوقتي هنشوف العطل في الكارته ولا العطل في الموتور ولا العطل فين. حلو الكلام. فطبعا انتوا تابعوني للاخر وانتوا هتوصلوا للعطل، حتى لو هو صدف عندك في البيت تعرف تعمله. حلو الكلام. دلوقتي احنا هنعمل، طبعا انا ممكن اجرب الحاجه 220 عادي، بس ايه، انت مش هتعرف تجرب 220 والفنيين والغير الفنيين. لازم سيريا، لازم يكون معاك سيريا في البيت عشان تجرب بيها. فانت ممكن تجيب سلك، فيشه زي كده، هتوصل السلكتين بتوع الدواية عادي، كانك بتوصل فيشه، كانك بتوصل بلوتوس. انت بتوصل بلوتوس بتاع لمبه، يعني انت مثلا توصل سلكتين عادي زي كده الفيشه. حلو الكلام. تروح انت هنا تروح تعمل ايه، تروح تقطع يعني السلكتين هما تدخلين على الفيشه هما دي ودي. فطبعا انت تروح تقطع كده، واخد بالك، يعني هما السلكتين هما دي الفيشه اهي، هتقطع الفيشة فرده منهم، هتخليها تعمل كده، ماشي؟ احط في الكهرباء واوريك كده، ماشي؟ وهحط الاثنين في بعض كده هتلاقي اللمبه نورت معايا. هنركن ده على جنب، هنشغل بقى الغساله بتاعتنا. الغساله بتاعتنا اهي، هندوس الباور، النور نور معايا، نور الكارت نور، هندوس ستارت. عادت معايا ارقام بس ما عطتش شغل، مفيش حاجه اشتغلت معايا. طبعا احنا عايزين نعرف الكارت اللي فيها المشكله ولا فيه، يعني بنفك مع بعض. الغساله راحت لفني قبل كده ولعب فيها يعني واشتغل فيها وما عرفش يوصل لحل، فده غلط. يعني غلط ان انا اصلح واعمل لما كنتش فاهم في الكارته، ان انا اصلح واعمل ما اشتغلش فيها، ماشي؟ بصوا يا جماعه، انا هجرب هفك الكليبسات بتاعتها الحاجات دي، لو كل حاجه شغاله معايا تمام يبقى الكارته فيها ايه، فيها مشكله. حتى لو هي ما فيهاش الوضع ده ممكن تكون قاطعه اساسا ومش شغاله، هتبقى بتنور بس لكن ما بتشتغلش، ماشي؟ انا هوريك ازاي تجرب كل حاجه من غير ما تقص سلك من ورا، ولا تشيل سلك ولا تشيل موتور ولا تشيل حاجه، وهي الغساله راكبه مكانها زي ما هي. حلو الكلام. احنا الكارت اهي ركبناها، نحط دي هنا، هنركب كده الفيشه بتاعت السيريا بتاعتنا،
بصوا يا جماعة، هنا الغسالة اللي هي الفريش بالنسبة للتلات أطراف دول بتوع السولونايت وبتوع الليفن، حاجة اسمها ليفن اللي هو بتاع البلف بتاع المية، ماشي. دول هما مش هجربهم، مش هاجي عندهم خالص، اللي هما السكتين دول، واحدة اتنين تلاتة اللي هما أربعة دول، اللي هما دول اللي هشتغل عندهم ناحيتهم. دول الاتنين دول لوحدهم، دول البني واللبني، دول كهربا. حلو الكلام. هحط طبعا الفيشه بتاعتي من هنا على ممكن اللبني هحطه في البني، لو ما اشتغلتش البني هحطه في اللبني. يعني هجرب دلوقتي معاك ان هي هنا مش هتشتغل في البني، بس هحطها عشان اوريك ازاي هتشتغل ازاي كده يعني. ماشي. وحاطط في الوصله الثانيه اهي، الوصله الثانيه من السيريا كده، ما اشتغلتش حاجه. حلو الكلام. هعمل ايه؟ اروح مغير دي كده، اروح احطها في اللبني، احطها في اللبني كده، ماشي. وهمسك التلات اطراف دول، واحد تلات كلبسات، واحد اتنين تلاتة. حلو الكلام. وهجرب كده. الموتور على الغسيل اشتغل. الموتور دي بتاعت الموتور، ماشي، بيلف اهو، ماشي. دي بقى بتلف يمين. بص هنا كده، بص كده بتلف ناحية ايه؟ ناحية ازاي؟ ناحية كده، ماشي. كده بقى بتلف عكس الناحية التانية. بص كده بتلف عكس، يعني انت لما تقلب الناحية دي تجرب تتأكد على اللف يمين وشمال، يعني الطرفين دول الازرق والاصفر بتاع يمين وشمال بتاع الموتور. حلو الكلام. دي بقى دي بتاعت موتور الصرف، دي موتور الصرف، وديت الليفن، دي موتور الصرف والليفن، ودي الشداد. ده الشداد، بص كده، ده الطرف اللي هنا مربوط كده بتاع الشداد. بص ازاي الشداد كده كويس، الشداد كده شغال 10 10. بص كده. حلو الكلام. التاني بقى بتاع موتور الصرف، شد الشداد والصرف مع بعض كده، الصرف كده اشتغل، وكده الصرف معايا تمام. اتشغل كده، كل حاجة عندي كده شغالة. يعني دوت ديت بتاعت الصرف وبتاعت الشداد، ماشي. ودي الكهرباء، يعني دي اللي هي بني ولبني، دي الكهرباء. وديت الموتور يمين وشمال، موتور الغسيل، ودي الصرف، ودي الشداد والعصر. وريناكوا ازاي تجرب الموتور خارجي من غير كارتة، هي بتنور بس زي ما انا وريتكم. حلو الكلام. فانا وريناكوا ازاي تجرب خارجي من هنا. طبعا انت عشان توصل للسلك ده جاي فين ورايح فين وجاي منين، ماشي، هتعمل كده زي ما انا هعمل. فك ورا، فك الظهر اللي ورا ده، الظهر ده فك الظهر اللي ورا ده كده. السلكه دي ودي داخلين على فين؟ داخلين على الصمام، الصمامين دول. لما انا اجرب ابقى عارف ان انا بجرب فين، بجرب ايه بالظبط، عشان برضو تبقوا انتوا ما تتوهوش. في انا ممكن اتواصل معاك صوت وصوره على الواتس، الرقم اللي هيظهر عندك على الشاشه اونلاين. فانت لو عايز تتواصل معايا صوت وصوره وشرح معاك وتابع معاك ازاي انت تعمل الغساله وازاي تقفلها على الطبيعه عندك، انا ما عنديش مانع. تطلب على الرقم اللي عندك دوت وانا معاك، بس يوم الاحد. طبعا انت لو عايز ابقى معاك اليوم كله ابقى معاك يوم الاحد، يوم الاحد موجود. فانت لو عايز تتابع معايا يبقى يوم الاحد ان شاء الله، ماشي. ويا رب تكونوا مبسوطين، وممكن ان شاء الله اكون عندي حسن ظنكم يعني.